شاء الله. احنا بشكرك طبعا، بشكر قناه الاهلي على تشريفها وحضورنا وهي معودانا بتدعمنا وبتدعم اولادنا من الفئات الخاصه ذوي الاعاقات الفكريه. طبعا الحمد لله الانجاز بيحتاج بس فتره طويله من الاعداد، بيحتاج التدريب كويس للعيبه، بيحتاج ماتشات وديه. احنا لسه راجعين من امريكا، خدنا اول عالم بالبنات، الثالث عالم بالبنات، وده اول مره نشارك في كاس عالم بنات. الحمد لله خدنا ثالث، الموضوع صعب، طلعنا من البرازيل في ماتش قبل النهائي. طبعا الاستعداد اللي احنا بنستعد زي ما حققنا في اليونان 2011، خدنا اول عالم باولادنا من ذوي الاعاقات الفكريه. احنا عندنا الفريق دمج، بيبقى طبعا نص الفرقه من اولاد ذوي الاعاقه الفكريه ونص الفرقه من اولادنا الاسوياء. طبعا بيبقوا موجودين في انديه لعيبه، واللعيبه كلها في الملعب ما تقدرش تفرق ما بين اللعيب اللي عنده اعاقه فكريه او اللعيب اللي هو غير المعاق يعني. الحمد لله احنا البعثه المشاركه في الالعاب، بعثه الاولمبيات الخاص المصري المشاركه في الالعاب العالميه 2019. مصر مشاركه ب 14 رياضه من الرياضات الاولمبيه. قوام البعثه 103 فرد ما بين لاعب ولاعيبه واداري ومدرب ومسؤولين. طبعا احنا ده المعسكر الاول التجريبي لابطالنا، تعايش وتواصل ما بين اللعيبه والمدربين، اكتشاف قدرات واكتشاف تواصل اللاعبين مع المدربين، ومن نقطه بدايه او نقطه انطلاق لتدريب المنتخبات، كل منتخب بقى منهم في كل رياضه على حده، ونتواصل للمعسكر ان شاء الله الثاني هيكون قبل السفر بفتره كبيره، وبعد كده في معسكر ثالث بيبقى منه معسكر مغلق ومنه للسفر على للمشاركة في الألعاب العالمية في أبو ظبي. مهم ان احنا كلنا نبقى واقفين وراهم، نبقى بنشجعهم، نبقى بنساندهم دايما في رحلتهم ان هم يوصلوا الاولمبياد يعني. فانا مبسوطه قوي قوي بتواجدي هنا النهارده، وحاسه ان الموضوع بيضيف لي انا كمان يعني، بيضيف لي ان انا بتعلم حماسهم وازاي كلهم فيهم طاقه ايجابيه كبيره قوي. اول ما جيت ادوني ورد، واول حاجه شفتها ان الابتسامه مش بتفارق وش اي حد من اللعيبه، ودي حاجه بالنسبه لي بتعبر قوي عن الحاله اللي هم فيها، قد ايه هم متحمسين مبسوطين بيجهزوا، فدي حاجه كبيره قوي. حلو ان احنا كلنا موجودين هنا، ان احنا بنساندهم وبنقول لهم احنا معاكم وفخورين بيكم، فطبعا في حماس كبير قوي في عينيهم. انا جايه مش عارفه انا هعمل ايه بالظبط يعني، بس لقيتهم هم اللي بياخدوني في حضنهم عادي جدا يعني، فكسروا الموضوع، لان انا اول مره اشارك في حاجه بالطريقه دي. دايما بتفرج عليهم طبعا في التلفزيون، دايما عارفه ان هم بيشتغلوا في صمت يعني، هم مش بيعملوا بروباجندا كتيره، بس بيرجعوا معاهم ذهب وبرونز وفضه كتير كتير قوي يعني، وبنقدرهم بعد ما يرجعوا. فحقهم علينا بقى يعني نغير السيستم شويه، وان احنا نهتم بيهم قبل ما يروحوا، واكيد لما هنهتم الذهب هيزيد والفضه هيزيد والبرونز هيزيد. اهم حاجه في الموضوع كله ان هم مبسوطين يعني. انا مش متاكدين لسه من الحاله التاهيليه ليهم كرياضيين، بس واضح ان هم مؤهلين نفسيا، ودي اهم حاجه في الموضوع كله، ان هم ده الدعم فعلا هم محتاجينه يعني. مبسوط ان السنه دي ان في تركيز وفي سبوت لايت اتحط عليهم، وده يا رب يفرق في السنين الجايه، ان يكون في اهتمام الاول بالموضوع كله عشان يوصل بالشكل المشرف بره يعني. انا وجودي هنا بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، لان انا احب جدا ان انا اشجع وادعم الاطفال دول ان هم يوصلوا لحاجه هم عايزينها. انا كبطله اولمبيه وصلت للموضوع ده، واحلى احساس في الدنيا، كان طول عمره وكان حلمي، فطبعا زي ما هو كان حلم ليا هو اكيد حلم لهم، وان هم يوصلوا له دي هتبقى حاجه كبيره جدا. فانا وجودي هنا جايه اشجعهم وامرنهم واعمل واديهم شويه حماس ان هم يبقوا ابطال ويوصلوا اللي هم عايزينه، حتى لو المشوار بتاعهم هيبقى صعب فلازم يكونوا قدها، عشان لما يوصلوا لها هتبقى حاجه كبيره قوي قوي يكونوا ابطال اولمبيين. احنا البعثه فرق التمانينات معسكر هنا في القاهره، فلا توري توري الفندق كامل جدا، معايا الناس، كابتننا نقلاء، كابتننا نقاء بس.